مبدئي، وسبق وقلت لكم كثيرات الحدود ما هي بدرس، لا، كثيرات الحدود هي باب كامل أو وحدة كاملة مترابطة من أولها إلى آخره، ولكن له مبدأ اللي أخذناه أمس. عرفنا أن كثيرة الحدود قلنا أنها تتكون من أكثر من حد. سألنا أيضا ما هو الحد، وعرفنا الحد أنه يتكون من ثابت أو متغير أو حاصل ضرب ثابت في متغير. أخذنا مثال أيضا الجدول، بحيث أننا عرفنا كيف نطلع الحدود والدرجة والمعاملات والمعامل الرئيسي. أيضا اليوم امتدادا لدرس كثيرة الحدود عندنا موضوع اسم الموضوع جمع وطرح كثيرات الحدود. جمع وطرح كثيرات الحدود. صوتك راح أستاذ طارق. كيف؟ صوت راح؟ حتسمعني يا شباب؟ إيه سي سامعينه. تمام. طيب تمام. طيب إذا الموضوع جمع وطرح كثيرات الحدود. هل جمع وطرح كثيرات الحدود يختلف عن الجمع العادي؟ راح نشوف الحين. ممكن بعضكم راح ينصدم لو أعطي بعض المعلومات حاليا. يعني لو أسأل واحد منكم مثلا واحد زائد واحد كم؟ أتوقع ممكن حتى يزعل يقول أنت جالس تستهبل علي ولا إيش؟ لا، أنا لما أقول واحد إن هذا هو الجمع الحقيقي، وهو جمع كثيرات الحدود بالطريقة هذه، جمع عادي مع بعض الضوابط التي يرجى مراعاتها، أو بمعنى أصح لابد من مراعاتها. قبل أن نبدأ الجمع كثيرات الحدود وطرح كثيرات الحدود، لابد ناخذ ملاحظتين. وقلنا سابقا أن الملاحظات هي لب الدرس، لابد أي طالب أن يركز على الملاحظات. ليش؟ لأن هذه هي شرح الدرس، ملاحظات. قبل أن نبدأ، وش الملاحظة الأولى؟ قالك الملاحظة الأولى في حالة الجمع والطرح ماذا يكون؟ تكون الأسس ثابتة. تمام يا شباب؟ أول ملاحظة، في حالة الجمع والطرح تكون الأسس ثابتة. ما معنى تكون الأسس ثابتة؟ يعني ما نجمع الأسس ولا نطرح الأسس، يكون الجمع والطرح على إيش؟ على المعاملات. سبق وأن قلنا إن سبق وتكلمنا إن أي حرف له أس وله معامل، له أس يا شباب وله أيضا معامل. الأس في حالة الجمع والطرح تكون إيش؟ ثابتة، لا نجمعها ولا نطرحها. وإيش اللي نجمعه ونطرحه؟ نجمع ونطرح إيش؟ المعاملات. تمام؟ إذن هذه أول نقطة يا شباب، تكون الأسس ثابتة في الجمع والطرح، لا تجمع ولا تطرح. الجمع والطرح يتم على إيش؟ على المعاملات فقط. تمام؟ طيب الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية اللهم صل على محمد. أولا جمع وطرح، في الجمع والطرح تكون الأسس ثابتة. الملاحظة الثانية، بالله من الشيطان الرجيم، ما علينا، خلي الملاحظة الثانية إلى أثناء الشرح. طيب نبدأ نكتب إن شاء الله، نكتب المعادلات، معادلة الجمع والطرح عشان يتم حلها. أول معادلة هي معطاة لك في الكتاب، وراح ترجع لها إن شاء الله بعد ما نخلص الدرس، وتحصلها بإذن الله في البي دي اف المرسل لكل طالب. أولا 3 إكس تربيع زائد 6 إكس ناقص 4. هذا هو القوس الأول. بعد نهاية القوس في عملية زائد، نفتح القوس الثاني، 4 إكس تربيع ناقص 5 إكس زائد 3. تمام يا شباب؟ إذن معطى لك
جمع كثيرات الحدود الأولى. قوس الأول 3x تربيع زائد 6x ناقص 4. قفل القوس زائد القوس الثاني 4x تربيع زائد 5x ناقص 5x زائد 3. طيب يا شباب، لو مثلا أعطيتك سؤال قلت لك اجمع واطرح كثيرات الحدود التالية وعطيتك قوسين، تمام، كيف تعرف المطلوب منك هل هو جمع أو طرح؟ تمام. أو مثلا أعطيتك بدون سؤال، أعطيتك قوسين بالصيغة هذه بدون ما أقول لك أوجد مثلا، شلون راح تعرف هل مطلوب منك جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة؟ من أي ناحية؟ دائما لما تعطي قوسين بهالشكل عشان أعرف إيش العملية المطلوبة مني الرياضية، أنظر وين؟ بين القوسين، طالع بين القوسين، الإشارة بين القوسين هي تحدد العملية. إذا كانت زائد في العملية عملية جمع، إذا كانت ناقص في العملية طرح، إذا كانت قسمة فهي قسمة. طيب لو ما كان فيها علامة بين القوسين وش المطلوب مني؟ راح يكون المطلوب ضرب. إذن دائما أول ما أعطمس مسألة سواء كان فيه سؤال أوجد أو لا أطالع عين بين القوسين، بين القوسين، لأن المكان هذا هو اللي يحدد إيش المطلوب مني سواء جمع أو طرح أو ما يكون. طيب إذن راح نجمع القوس الأول على القوس الثاني، ليش؟ لأنه في علامة جامع بين القوسين، راح نبدأ نجمع. طيب نجمع شلون؟ أي طريقة، أنا عندي قوسين كيف أجمع؟ قال لك هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية قال لك تجمع المتشابهات من ناحية الأسس. نجمع المتشابهات من ناحية الأسس، تمام يا شباب. إذن عندي ملاحظتين، سبق قلنا الملاحظة الأولى قلنا أن في حالة الجمع والطرح تكون الأسس ثابتة، يعني لا نجمع ولا نطرح الأسس. الملاحظة الثانية في حالة الجمع والطرح نجمع ونطرح المتشابهات، نجمع ونطرح المتشابهات من ناحية الأسس. إذن يا شباب النقطة الثانية نجمع ونطرح المتشابهات من ناحية الأسس، يعني عندي في القوس الأول 3x تربيع، تمام، وإيش الأسس اللي يشبه لها في القوس الثاني، تمام، بهالطريقة يعني 3x تربيع. أنظر القوس الثاني هل فيه x تربيع في القوس الثاني؟ نعم، اللي هي 4x تربيع، نجمع بعض. إذن نبدأ عملية الجمع. دائما في عملية الجمع أو الطرح في المسائل الطويلة في شيء اسمه تنظيم أو اختصار أو تبسيط، تمام. إذن عندنا أولا 3x تربيع، تمام يا شباب، المطلوب مني إيش؟ زائد، هل في القوس الثاني تربيع؟ نعم في تربيع، اللي 4x تربيع، إذن 4x تربيع، تمام. إذا نرجع نقول يا شباب 3x تربيع إيش جمعناها معه؟ في القوس الثاني جمعناها مع 4x تربيع، ليش؟ هل هو اختيار عشوائي؟ لا، لأن أعطاك في الملاحظات قال لك تجمع المتشابهات من ناحية الأسس. لو تلاحظ هنا 3x تربيع زائد هنا كم؟ 4x تربيع، إذا جمعنا المتشابهات من ناحية الأسس، تمام يا شباب؟ طيب زائد ونفتح القوس الثاني، إيش باقي عندي في القوس الأول؟ باقي عندي 6x، طيب 6x أس كم هذه؟ لما الاكس ما يكون لها اس، فالاس حقها كم؟ الاس حقها 1، اذا اكس اس 1، 6x اس 1. هل في القوس الثاني اكس اس 1؟ لحظه، قلنا 6x العمليه مطلوب مني ايش يا شباب؟ عمليه جمع، نحطها بالطريقه هذه، تمام. اجي انظر القوس الثاني هل في اكس اس 1؟ ها نعم، عندي سالب 5x ايش؟ اكس اس 1. اذا نفتح قوس، ليش قوس الثاني؟ عشان اشاره الخمسه اللي هي السالب، ما تضيع مني 5x، تمام. إذن نرجع مرة ثانية، جمعنا 3x تربيع زائد 4x تربيع، ليش؟ لأنها متشابهة في الأسس. جينا اللي بعدها 6x أس 1، جمعناها مع إيش؟ مع سالب 5x أس 1، لماذا؟ لأنها نفس الأسس. طيب إيش باقي عندي في القوس الأول؟ يا شباب باقي عندي في القوس الأول اللي هي سالب 4، سالب 4. ايش باقي عندي في القوس الثاني؟
لو تلاحظون إن كلها أيضا متشابهات وهي أعداد فقط. تمام. طيب لو تلاحظون يا شباب إن بسطنا العملية، بسطنا العملية بحيث إن جمعنا المتشابهات مع بعض، الإكس تربيع مع الإكس تربيع، والإكس واحد مع الإكس واحد، والمعاملات هي سالب أربعة مع سالب مع موجب ثلاثة. الحين وش نبدأ؟ نبدأ نجمع جمع عادي. قبل شوي قلت لكم واحد زائد واحد كم؟ اثنين زائد اثنين، اثنين زائد أربعة بالطريقة هذه. أبد. ثلاثة زائد أربعة يا شباب كم؟ ثلاثة زائد أربعة. ثلاثة زائد أربعة تعطيني كم؟ سبعة. تعطيني سبعة. طيب الآن عندي اثنتين أكس تربيع، إيش أسوي فيها؟ أبد، نزل واحدة منها. نزل واحدة منها. صارت ثلاثة زائد أربعة بسبعة، والأكس تربيع تنزل زي، تنزل زي ما هي، صارت سبعة إكس تربيع. تمام؟ طيب نجي. ستة إكس زائد سالب خمسة إكس. الإكس راح ننزلها بس، راح نجمع السالب موجب خمسة، أو ورق الهامشية معلش. راح يكون عندنا هامش عشان ولا راح تحطها في نفس الصفحة عشان ما تلخبطون. طيب لو قلنا مثلا ستة زائد سالب خمسة، هاي يا شباب ستة زائد سالب خمسة، الستة موجب والخمسة سالب. الستة شيء في جيبك والخمسة شيء أنت مطلوبه أو عملية دين. كم يكون الناتج؟ راح يكون الناتج واحد، راح يكون الناتج واحد. هذه طريقة انك تاخذها من مبدأ الدين. في طريقة ثانية يقول لك في غالبا كنا ناخذ بالضرب ان في اذا تشابهت الاشارات فهي موجبة واذا اختلفت فهي سالبة، لكن هذه تطبق في الضرب والقسمة. متى تطبق في الجمع والطرح؟ تطبق في حالة واحدة فقط. متى؟ اذا اتت الاشارات متتالية وليس بينها عدد. إذا جاءت الإشارات متتالية وليس بينها عدد تطبق مبدأ إذا تشابهت فهي موجب وإذا اختلفت فهي سالبة. يعني خلنا نطبق المبدأ، سالب في موجب، مش يعطينا إجابة؟ سالب في موجب، إذا قلنا إذا تشابهت فهي موجب وإذا اختلفت فهي سالبة. هنا مختلفة، سالب في موجب في سالب مختلفة، إذا تكون إيش؟ سالبة. إذا تصير 6 ناقص 5 راح تكون 6 ناقص 5. طيب 6 ناقص 5 بكم يا شباب؟ 6 ناقص 5 راح تكون 1. هذا إذا أخذناها بالتطبيق أنه إذا تشابهت الإشارات، وهذه ما تطبق في الجمع والطرح إلا في حالة واحدة، إذا أتت الإشارات متتالية وليس بينها عدد، أو أخذها بالجمع العادي أنه والله معي 6 ومطلوب مني 5، فكم يبقى معي؟ يبقى معي 1. طيب هل الواحد يكتب يا شباب؟ هل الواحد يكتب؟ لا ما يكتب، ما يكتب الواحد. إذا إشارة تنزل هو موجب 1x موجب تنزل، والإكس تنزل زي ما هي. لو تلاحظون يا شباب مرة ثانية عشان ما حد يلخبط، 6X زائد سالب 5X، الإكس تنزل زي ما هي. 6 زائد سالب 5 تعطيني كم؟ تعطيني 1. هل 1 يكتب؟ لا، المفروض أن يكون مين؟ المفروض يكون 1 هنا، حط هذا ترميز عشان تعرفونه، المفروض يكون هنا لكنه ما يكتب. هل لو كتبت يستر في شيء؟ وما في شيء، بس الأفضل أنك ما تكتب. تمام؟ لأنه معروف، إذا ما قلنا سابقا أنه X إذا ما عليها أس فالأس حقها واحد، وإذا ما لها معامل بالمعامل حقها واحد. إذا لو تلاحظون يا شباب، القوس الأول كان ناتج حقه 7 X تربيع، القوس الثاني كان ناتج حقه X أس واحد. إيش باقي عندي؟ باقي عندي القوس الأخير، سالب 4 زائد 3. سالب 4 زائد 3، هل ممكن أن نطبق هنا قاعدة إذا تشابهت فهي موجبة وإذا اختلفت فهي سالبة؟ لا. ليش؟ لأن الإشارات ما جاءت متتالية، ما جاءت متتالية، بالعكس بينها عدد. سالب 4 زائد 3، سالب 4 زائد 3 كم يا شباب؟ يعطيني سالب 1، لأن السالب أكبر من الموجب، العدد السالب أكبر من العدد الموجب. إذن يا شباب لو لاحظ الجميع أنه انتهت المسألة، انتهت المسألة. هل المسألة فيها صعوبة؟ ما فيها أبدا أي صعوبة، هو جمع عادي بطريقة 1 زائد 2، ما تختلف نهائيا، مع مراعاة ملاحظتين فقط، اللي هي في حالة الجمع تكون، في حالة الجمع والطرح تكون الأسس ثابتة، والملاحظة الثانية نجمع ونطرح المتشابهات من ناحية الأسس. راعي للملاحظتين هذه واجمع واطرح جمع عادي، اجمع واطرح جمع عادي. لو تلاحظ ان الجمع تم، الجمع كله تم على ايش؟ على المعاملات، 3 زائد 4 نزلت زي ما هي، نزلناها 7. طيب الاكس تربيع هل تم فيها تغيير؟ لا، نزلناها كما هي. هنا العملية الجمع تمت على ايش؟ 6 موجب 6 زائد
سالب 5 عملية الجمع تمت على ايش؟ على الاعداد. الاكس نزلت زي ما هي. اخيرا سالب 4 زائد 3 اعطتني سالب 1. اترك لكم المجال يا شباب، اللي عنده ملاحظه عنده مداخله يتفضل. احد عنده تعقيب؟ يعني تفضل احمد. ماينس 4 بلس 3 اللي هي في الاخيره هذه اللي بتوين براكتس، هذه احنا نشوف الاكبر مثلا الماينس والنقص صحيح؟ ما بتكبر الاكبر وتنقص، الاكبر راح تبقى اشاره، الاكبر راح تبقى اشاره، يعني سالب 4 زائد 3. الاكبر سالب 4 ولا 3؟ الاكبر في العدد ولا في الاشاره؟ الموجب 3 اكبر. تتكلم كعدد، كعدد الاكبر الاربعة ولا 3؟ هاي احمد خليك معي يا احمد. الاربعة استاذ طارق. خالد انا خالد، خالد الظاهري مش احمد يا خالد. معلش معلش. الاربعة. طيب الاربعة اكبر، فهي تبقى اشاره ايش؟ الاربعة، تبقى اشاره الاربعة تمام، لانه سالب 4 زائد 3 كم يبقى؟ سالب 1. في مثال دائما اعطيه مع انه مثال بدائي جدا، ولكن مثال يرسخ المعلومه دائما في 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 عقليه الطالب الذات اللي في المرحله اللي انتم فيها حاليا. ليش؟ انت عاملاتكم ماديه كثيره حكم انكم، فيعني مثلا لو انت مطلوب 4 ريال، مطلوب كم؟ مطلوب 4 ريال يا احمد. صاحب البقاله مثلا عند باب بيتكم يطلبك 4 ريال، ال 4 ريال هذه عليك ايش؟ دين؟ نعم دين. هل الدين عليه موجب ولا سالب؟ لا سالب. جيت مثلا انت معك في جيبك 3 ريال ويطلب كم؟ يطلبك 4 وانت في جيبك كم؟ 3، وطلب منك حق الراجل، انت لما تعطيه في جيبك كامل كم في جيبك كامل؟ 3. هل كذا سددت الدين كامل؟ لا، هو دينه 4 وانت معك 3، فكم يبقى له؟ يبقى له سالب 1. سالب 1 تمام. وياك احد استفسار ثاني يا شباب؟ احد عنده استفسار ثاني ولا نبدا في الطرح؟ اذن بسم الله نبدا في عمليه الطرح. ناخذ المثال الثاني حق الطرح. معلش يا شباب ترى ممكن يفصل الفيديو بعد 10 دقائق لان امكانيه البرنامج 40 دقيقه، فرجاء اول ما يفصل ارجع وادخل الرابط مره ثانيه عن طريق الجروب. طيب اكس تبيع زائد، لا معليش ناقص 5 اكس زائد 7، القوس الأول انتهى، ناقص القوس الثاني كم؟ 2 اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 2 تمام يا شباب. إذن عندي قوسين، ايش المطلوب مني؟ انا ما قلت لك لا اجمع ولا اطرح، ايش المطلوب؟ اول شيء انظر بين القوسين، ايش العلامه الموجوده؟ موجوده علامه الطرح، اذا المطلوب مني اطرح، المطلوب مني اطرح. سابقا لو تذكرون كان مطلوب بين القوسين ايش يا شباب؟ عمليه جمع، عشان كذا جمعنا تمام. النقطه هذه مهمه ولا بد التركيز عليها. طيب هل عمليه الجمع الطرح راح تختلف عن عمليه الجمع؟ لا ما راح تختلف كطريقه، لن تختلف. ليش؟ لأنها تنطبق عليها نفس الملاحظات. في حالة الجمع والطرح تكون الأسس ثابتة، يعني ما أطرح الأسس، والثانية نجمع وأطرح المتشابهات من ناحية الأسس، يعني نطرح اللي تتشابه، نطرح اللي تتشابه شباب. طيب إذا بسم الله نبدأ بالقوس الأول. هنا عملية يساوي، إيش عندي موجود أول شيء؟ موجود إكس تربيع، إكس تربيع تمام. هل فيه في القوس الثاني إكس تربيع؟ هاي شباب نعم عندي هنا. لحظة قبل أن أنتقل للقوس الثاني، إيش المطلوب مني؟ مطلوب مني عملية طرح، إذا نحط عملية سالب. في القوس الثاني إكس تربيع، نعم اللي هي 2 إكس تربيع، قفل القوس. طيب نرجع مرة ثانية، خلنا من القوس الأول الإكس تربيع، إكس تربيع
شو المطلوب مني؟ عملية طرح، حطينا عملية الناقص. وش أطرح منها؟ قال لك تطرح المتشابهات من ناحية الأسس، تطرح المتشابهات من ناحية الأسس. طالما من هذه X تربيع فلا بد بحث عن X تربيع في القوس الثاني. نعم وجدتها اللي هي 2X تربيع، تمام يا شباب؟ طيب زائد افتح القوس الثاني، تمام. ايش باقي عندي في القوس الاول؟ ناقص يا استاذ، هو صحيح مش زائد. انا عارف ان في احد بيسال السؤال هذا، والله العظيم بروح اعقب عليه حاليا. تمام سؤالك محضرتك، بس هو ما كمل هذه. طيب القوس الثاني ايش باقي فيه؟ سالب 5 اكس، تمام. سالب 5 اكس المطلوب مني يا شباب عمليه طرح، عمليه طرح. ممتاز يا شباب المركز معي، ممتاز جدا. مطلوب مني عمليه طرح هنا 5 اكس اس 1، هل في القوس الثاني اكس اس 1؟ نعم، اللي هي ايش؟ 3 اكس كيف القوس زائد تحت القوس الاخير. ايش باقي عندي في القوس الاول؟ 7. العمليه المطلوبه سالب، والباقي في القوس الثاني سالب 2، تمام. اذا طيب يا شباب قبل ما نبدا نطرح، زميلكم قال انه معلش يا استاذ غلط، انت حطيت بين الاقواس موجب، وحنا العمليه عمليه طرح، تمام. الموجب اللي بين الاقواس هنا في الحل يعمل عمل الفاصله، يعمل عمل الفاصله. ليه؟ شلون يعمل عمل الفاصله؟ لانه ما ياثر في النتيجه، ما ياثر في النتيجه. طيب تقولي العمليه عمليه طرح، صحيح العمليه عمليه طرح، ولكن الطرح يتم بين، يتم بين الاقواس. لو تلاحظون داخل الاقواس، داخل الاقواس، هذه عمليه الطرح. هنا اكس تربيع المطلوب مني طرح، حطينا عمليه الطرح هنا. هنا 5 سالب 5 اكس المطلوب مني طرح، حطينا الطرح هنا. هنا 7 المطلوب مني طرح، حطينا الطرح هنا. الطرح يتم داخل الاقواس، خارج الاقواس الموجب هنا يعمل عمل الفاصله، يعمل عمل الفاصله. شلون يعمل عمل الفاصله؟ ليش؟ لانه ما ياثر في النتيجه، ما ياثر في النتيجة. يعني هنا سالب 5، سالب 5 لاحظوا مثلا سالب 5، أو خلني أكمل عملية الجمع والطرح، عملية الطرح بعدين وصلنا هنا راح أعلمكم شلون الموجب يعمل عملية الفاصلة. طيب مين اللي كان بالداخل؟ عندك سؤال تفضل. أنا طارق، بس اللي هو الأخيرة 7 ناقص زائد 2 عشان لا 7 ناقص 7 ناقص ناقص 2، لو تلاحظ نحط القوس هنا عشان تفرق. 7 ناقص العملية هي عملية الطرح سالب 2، حطينا عليها قوس عشان تفرق، سالب 2 سالب 2. طيب نبدأ نطرح العملية، عملية طرح عادية. طيب هنا ما عندي معامل، صح يا شباب؟ شنو نطرح المعامل هنا؟ عندي كم؟ كم المعامل هنا يا شباب؟ عندي واحد، المعامل واحد. طالما أن الإكس ما لها معامل فالمعامل حقها كم يا شباب؟ واحد. إذا واحد ناقص كم؟ واحد ناقص 2، 1 ناقص 2، ها 1 ناقص 2 بكم يا شباب؟ 1 ناقص 2 سالب 1. نرجع نحطها هنا، 1 ناقص 2. طبعا الاكس راح ننزلها زي ما هي، بس احنا نتكلم عن المعاملات. 1 ناقص 2 كم؟ سالب 1. 1 ناقص 2 تعطيني سالب 1. طيب اذا هل الواحد يكتب يا شباب؟ هنا واحد، اللي ما عرف راح نحط ترميز خفيف، ما جنبها واحد فيكون المفروض الواحد. طيب واحد ناقص اثنين بكم يا شباب؟ سالب واحد، موجب واحد ناقص اثنين يعطيني سالب واحد. هل الواحد يكتب؟ لا، نكتب ايش؟ لكن اشارة السالب لابد من كتابتها، لابد من كتابة اشارة السالب. حطينا السالب، الاكس تربيع تنزل زي ما هي، تنزل زي ما هي. ليش نزلنا زي ما هي؟ لانها تكون في حالة الجمع والطرح تكون ثابتة وليس لها دخل، تمام. طيب اها هنا لو تلاحظون في بين الاقواس جمع وفي سالب هنا داخل القوس، راح نعرف شلون يعمل عمل الفاصل اللي هو موجب. طيب سالب 5 اكس ناقص 3 اكس، الاكس طبعا راح تنزل زي ما هي، الجمع والطرح راح يتم على ايش؟ على المعاملات، على المعاملات. سالب 5 ناقص 3 يا شباب، سالب 5 ناقص 3 بكم؟ راح يكون عندي الهامش هنا سالب 5 ناقص 3، ها كم يكون الناتج؟
لا لا طيب محمد اليامي يقول سالب 2. لا انت عليك دين 5 ريال سالب 5 سالب 8 تمام تمام مشاري سالب 5 هو دين عليك اصلا والسالب 3 هو دين اخر عليك فانت لما سالب 5 ناقص 3 يعطيني سالب 8 سالب 8 لانك كنت مطلوب 5 وبعدين طلبت كم 3 ايضا فصار مجموع كامل سالب 8 سالب 8 اذا سالب 8 اكس اها نرجع النقطة اللي علق عليها قبل شوي خالد الظاهري يقول لي ليش تحط موجب وقلت له انه يعمل عمل فاصله بنشوف هل الموجب ياثر في الناتج ولا الناتج طلع كم سالب 5 ناقص 8 طلع سالب سالب كم سالب 8 طيب سالب 8 في موجب سالب 8 في الموجب السالب في الموجب وش يعطيني يا شباب ها في النظريه الرياضيه سالب في موجب وش يعطيني يعطيني سالب سالب في موجب يعطيني سالب يعني ما تغير الناتج عندي نهائيا ما تغير الناتج ابدا ليش